اه ده العجل مثلا. انا جبت عجل الاول، عشان بس اشرحها من الاول خالص، عشان انا خليتها متاقلمه مع الظل كمان. وال هي كانت عجله واحده الاول، الفيجن من بي ان جي من جوجل، تمام. عملت لها ديستورشن الاول، بعد كده عملت لير جديده وعملت لها كات وقللت البرايتنس بتاعها. الموضوع كله في ان انت تحلل اللقطه ازاي تتعمل، يعني كل واحد عارف التكنيك كلها، بس تحلل ازاي عملتها. البيكس دي مثلا دي كانت الريفرنس بتاعتي، تمام. ف ايوه هي دي، خليها كده. ايه انا سافرت عشان ايه يا جماعه؟ لو حد مش فاهم حاجه او واقع منه حاجه يقول لي، تمام. خلاص انت مثلا، تمام. فكده رحت اعمل لها كوبي، تمام. ممكن بعد كده مثلا لو عايز انوع، يعني لو عايز انوع اخلي مثلا العجل كله مش شبه بعض، مثلا اروح داخل على اليو مثلا مديها الوان دي، ده لو عايز ادي تفاصيل بقى، تمام. وبعد كده عملت له ميرج كنترول اي، تمام. هاخد بقى مثلا عندي الظل واقع كده، تمام. فراح واخده على 45، فراح عامل مثلا لير تانية ومقلل البرايتنس بتاعها كده، بقى على الظل برايتنس بتاعت الليل، تمام. بابا مش انا فصلت دلوقتي اللير دي اللي هي واقعه عليها ظل، خدت اللير نفسها. لا رأيي فتحت برايتنس عادي من الايمج وبرايتنس، وقللت برايتنس. ايوه على اللير فاضيه؟ على كوبي من الليل. لا بص، ثانية واحدة، مش أنا عملت سيليكشن؟ عملت كوبي كنترول جي، تمام. ايمج وبعد كده ليفل برايتنس وليت برايتنس كده واقع على دل. اللي عايزين برضه ترمي لها دل، انتوا عارفين سكيو ترانسفورميشن. عايز اعمل لها ميرج بعد كده اعمل لها، اصل الحاجات دي تقريبا مش بتعدل تاني وبقت موجودة هنا مثلا.